اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم واهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. اللي متابعين معانا عارفين النهارده اليوم ال 17 في عمر دوره التسمين بتاعتنا. امبارح اتكلمنا مع بعض واستخدمنا دواء بشري حطيناه امبارح علشان الاسهالات المعويه اللي كانت موجوده عندنا. النهارده اليوم ال 17 مكملين عليها ان شاء الله. النهارده كمان النهارده هنتكلم عن الفرشه، هنتكلم عن التهويه، هنتكلم عن الحراره، هنتكلم على حاجات مفيده جدا جدا. تابعوا الفيديو للاخر. المهم جدا نكون عينينا على دوره التسمين بتاعتنا، لو فيها حاجه بنبدا نعالجها قبل الحاله ما تتفاقم وتعمل عندنا مشاكل. دورات التسمين بسيطه والشغل فيها كويس جدا جدا والارباح بتاعتها كويسه جدا جدا ومرضيه، ولكن مهم جدا نكون عينينا على دوره التسمين بتاعتنا. اول لما يبدا يظهر فيها اي حاجه بنبدا نعالجها وبنتحرك وبسرعه. مش هطول عليكم، هبدا اغسل الساقيات كلها والعلافات زي ما اتفقنا بالخل والميه. لازم نطهرهم على الاقل مره في الاسبوع بالخل. بعد كده هغير الفرشه دي، مش هغيرها ولكن هزودها شويه. وهنرجع بقى نشوف هنكمل على الدواء البشري اللي احنا استخدمناه امبارح، هنكمل عليه كمان النهارده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويلا بينا. النهارده هنكمل اليوم الثاني على الفلاجيل. الفلاجيل زي ما انا قلت قبل كده في الفيديو اللي فات قوي جدا جدا في النزلات المعويه اللي ممكن تيجي عندنا في دورات التسمين خصوصا في الصيف. مهم جدا جدا ان احنا ما يكونش عندنا اسهالات، لان لو عندنا اي نوع من انواع الاسهالات الفراخ بتاعتنا مش هتحول والدوره بتاعتكم مش هتبقى مظبوطه. قلت لكم امبارح الفلاجيل مطهر معوي قوي جدا، بنستخدمه في دورات التسمين بتاعه الصيف. اهو العبوة دي مش غالية، العبوة دي ب 13 جنيه، دواء بشري بنستخدمه مضاد للإسهالات. بجد أنا بشوف إن هو النتيجة بتاعته هايلة جدا جدا وكمان مش بتكلفة عالية. تعالوا بقى نحطه في المية لليوم الثاني ونشوف هنستخدم جرعة قد إيه. دي كمية المية اللي أنا هستخدمها، أنا مش محتاجة إن الدواء يفضل قدامهم كتير، فأنا بس هحط 6 لتر من المية. ده الفلاجيل أهو، استخدمنا الإزازة دي إمبارح. الازازه دي العبوه بتاعتها 100 مللي، لسه فيها حوالي 10 سنتي اهم هنحطهم. خلاص كده هوزع كميه الميه على كميه السقايات الموجوده. حابه بس اقول لكم الفلاجيل تقدروا تستخدموه ب 2 سنتي للتر الواحد لو الحاله عندكم مش صعبه قوي. طيب لو الحاله عندكم قويه ودوره التسمين بتاعتكم العمر بتاعها اكبر من كده تقدروا تستخدموا 5 سنتي على كل لتر من الميه حسب عمر الكتكوت اللي عندكم او حسب دوره التسمين بتاعتكم. تاني هقول لكم الفلاجيل قوي جدا 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 بصراحه، انا بشوف ان هو بيدي معانا نتيجه كويسه جدا في وقت بسيط. لو عندنا حالات اسهالات بتبقى صعبه بنستخدم الفلاجيل 5 سنتي على كل لتر واحد من الميه، لو في العمر الصغير بنستخدم 2 سنتي على كل لتر من الميه. علشان ما اطولش عليكم هوزع الميه على كميه السقيات الموجوده وهنرجع نتكلم على الفرشه، هنتكلم على التهويه، هنتكلم كمان على درجة الحرارة. وان شاء الله من بكرة هنبدأ ننزل بقى مضاد سموم، هيكون قوي جدا وكمان هيكون طبيعي مش مكلف ولا هو بيطري ولا اي حاجة. تابعوني ان شاء الله هننزل وصفات حلوة جدا جدا علشان دورة التسمين بتاعتنا تدينا وزن كبير في وقت قليل ونطلعها ان شاء الله بسلام. خلاص كده هوزع كميه الميه على كميه السقيات الموجوده وهنرجع نتكلم شويه. لو انتوا حابين تخليكم معايا لنهايه الفيديو اهلا بيكم هتستفادوا، لو مش حابين خلاص الفيديو كده خلص. حطينا النهارده فلاجيل تقدروا تستخدموه في دورات التسمين بتاعتكم بكل امان وبجد بيدي نتيجه هايله جدا جدا. هوزع الميه وهنرجع تاني. خلاص كده وزعت كميه الميه على كميه السقيات. حابه اتكلم معاكم شويه عن التهويه. عاوز اقول لكم كمان ثبتوا درجة الحرارة بتاعة المكان، لكن خلوا التهوية انتم متحكمين فيها. مهم جدا كمان الفرشة بتاعتكم تكون نظيفة، ما يكونش فيها اي رطوبة. طول ما الفرشة نظيفة تأكدوا ان دورة التسمين بتاعتكم هتعدي ان شاء الله بأمان.
خلاص كده يعتبر احنا في نهاية العشرين يوم الاولانيين من عمر دورة التسنين بتاعتنا، ودول عشرين يوم مهمين جدا جدا لدورة التسنين. مهم جدا كمان العشرين يوم اللي جايين ان شاء الله هنبدأ بقى نحول علشان الوزن. كمان هنبدأ من بكرة ان شاء الله نحط مضاد سموم طبيعي بدون تكاليف. طبعا هنحط بجرعة معينة، تابعوني علشان نشوف هنعمل ايه بقى في العشرين يوم الجايين ان شاء الله علشان ناخد وزن مظبوط وكمان بأقل التكاليف. نشوف انتوا حابين تتكلموا في ايه، واكتبوا لي في التعليقات انتوا حابين تتكلموا في ايه. انا بتكلم معاكم على المشاكل اللي بتظهر عندي، لكن انا مش عارفه ايه اللي عندكم. وبس كده، ده كان الفيديو النهارده، بجد اتمنى ان تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه بسيطه. تابعوني ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل خلطات طبيعيه علشان نحول الوزن وناخد وزن عالي باقل التكاليف. شوفوا انتوا حابين تتكلموا في ايه واكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه علشان اول لما ننزل اي فيديو يبدا ينزل لكم وتشوفوه على طول. واشوفكم تاني على خير، استنوني فيديو جديد.